سمار، سمار شو بك ساعتك كل الوقت؟ طيب احكي لك شي كلمة. بصراحة ما بعرف شو بدي اقول لك، يعني أنا هي أول مرة بشوفك وبقعد معك، أنت طلبت تشوفني بهي السرعة وبدك تخطبني كمان بهي السرعة، فهيك الموضوع ملبكني شوي. صدقيني أنا حبيتك من أول ما شفتك، يعني عايشك عيشة كريمة، الحمد لله المصاري وفي كتير. بس أنا ما بيهمني المصاري. لكن شو بيهمك؟ أنا بيهمني ارتبط برجال يكون سند حقيقي، يحبني ويحميني ويخاف علي من قلبه. بس يا سمر نحن رح نتزوج ورح نكون أسرة، المصاري رح تحمينا. ايه مزبوط، بس أنا بدي حدا حس معه بالأمان، يكون بيحبني لإلي مو بيحب المصاري. صدقيني أنا هذا هو، رح أعطيكي إحساس الحب مع المصاري. سمار أنا إيمت فيني أتعرف على أبوك؟ إمتى ما بدك خلي عمو أبو منير يزبط لك موعد مع بابا؟ أنا بس بدي أقول لك إني أنا رح أكون كثير محظوظ إذا بتكوني أنت بنفسك. أنا تأخرت صار لازم أمشي، يلا بالإذن. الله معك، ديري بالك على حالك. والله ما بعرف شيء، تشرفت من معرفتك. انا اللي تشرفت بالاكثر عمي ابو سمر، تشرفت فيك وبعيلتك، وان شاء الله هيك يا رب التمام على خير ونصير عائله واحده ان شاء الله تعالى. يا رب. يلا السلام عليكم. الله معك، الله معك حبيبي، الله معك. سمسوم يا سمسوم، كيف شفتي للعريس؟ لا تقولي ما عجبك. ما بعرف امي. شو ما بتعرفي سمر؟ سمر الشاب بيطير العقل، آدمي غني ابن عز. لا لا هيك بزعل منك. ها مزبوط معك حق، بس ما بعرف حسيت حالي ماني مرتاحه قدامه. شو خير شو بكون؟ ولا شيء تقبرني، بس سمر طاير عقله بالعريس. حبيبتي خدي وقتك وفكر منيح، وانا رح بسال عن العريس وعلى عيلته. مالنا مستعجلين، اطمني. ليش تقبرني؟ يعني انت مو قلت لي انك سالت عنه ابو منير؟ لك مزبوط، بس كمان لازم نتاكد ونسال مره ثانيه، هي جوازه مو بيعه وشروه. يا سيدي مثل ما انا شايفتك هيك قدامي، هالشب راح يصير صهري وبكره بتشوف. ايه الله يقدم لي فيه خير. امين يا رب. يلا يعطيك العافيه حبيبي. شفتي؟ اضحكي بقى، اضحكي اضحكي اضحكي. حبيبتي سمر هي حياتك، ومن حقك توافقي ومن حقك ترفضي. والله يا سموره والله هالشاب انا حاسسته بيطير العقل، وما في احلى منه، ابن عيله وادمي وابن عز. بعدين تقبريني بكفي انه تاجر ورجل اعمال، لك شو بدك احسن من هيك؟ هذا فرصه فرصه، والله لا يعيشك عيشه البنات كلها تحلم فيها. ام سمر اسمعيني، هذا الحكي كله مو مهم، المهم تكون مرتاحه معه، وانا ما بوقف عند المصاري. هي جوازه دهر مو يوم يومين، بعدين تتطلع بتلحش بوشي؟ لك يا ابو سمر مو هيك الموضوع، بس كمان يعني بتفرق كثير انه تتجوز واحد فقير اندبوري يعيش على القله وما تشبع اللقمه، ما بصير يعني، نحن ما بصير نحكي ونعلم بالغيب يعني. نحن لازم نتروى منيح، خلي سمر تفكر. ايه بابا؟ حبيبتي انت شو رايك؟ بابا من بعد اذنك طبعا، انا حابه قبل ما يصير في شيء رسمي بيني وبين الشب نطلع ونتعرف على بعض، بس من بعد اذنك. لك والله مو مستاهل الموضوع، انتوا ليش مكبرينه هالقد؟ الزلمه مبين، الشاب مبين ابن عيله وابن ناس، ما بعرف كبرين. انا رايي من رايها. معلش يا بابا، ساوي اللي بتلاقيه مناسب، هي حياتك وانت اللي بدك تعيشي معه. الله يخلي لي اياك ولا يحرمني. الله يرضى عليك.
ماما. ايوه 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 سموره. ايوه حبيبتي. ايوه شو تعبريني؟ انا وافقت اتجوز ولا لا؟ شو الاكل؟ ايه على بركه الله. شفت ما قلت لك هالشاب بده يصير صهري؟ لك انا قلبي حس قلبي حس على اكثر مني. ان شاء الله الف مبروك. الف مبروك حبيبتي. الواز الدرج. شوفي شوفي شو جبت لك. والله بكل سفرتي وين ما فوت اتذكرك. يا روحي سلم ايدك يا رب. يا ريتك لو رحتي معي وقضيتي تروحي معي. شوفي شوفي هدول الماركات هيك، والله ماركات عالميه. بشرفك بشرفك، ابوكي لو اشتغل 100 سنه بيقدر يجيب لك مثل هالماركات هدول. هيك لسه هدول. من افخم العطور. استنى افتحي لي. يا ربي كيف هالاكل؟ ما هو طيب؟ ايه عن جد كثير كان ظريف. سلم ايديك. بتعرفي انه هاد من افخم مطعم بالشام؟ اصحابه تجار، الواحد منهم باوروبا والثاني بلبنان يمكن. هلا شو بدي اقول لك؟ بربك كنت تاكلي هيك اكل ببيت اهلك قبل ما تتزوجيني؟ اكيد لا، لانه غالي. يعني كمان حاكم ابوك الله يعين حالته على قده وما معه مصاري. هلا شو رايك نروح مشوار اليوم نسهر؟ ضروري روحتك لعند اهلك لك سماء؟ ايه ضرورية، لأنه داخل إيه من البيت. هلا كل هالعز اللي عايشتيه وداخل إيه؟ لك الشغلة مو بالعز يا رامي، من شان الله تفهمني. أنت طول الوقت تاركني وملتهي بشغلك وبمصاريك وبالبزنس تبعك، وما عدني بين أربع حيطان، هذا هو العز. ليه خلصنا بقى؟ حش تكبري على نعمة ربك، وانسي العيشة اللي كنتي عايشتيها ببيت أهلك على القلة وعلى الجوع. لك أنا هون معيشك بنعيم، معيشك بقصر، والله لو صارت لستك ما ماتت. بعدين بكفي الاكل اللي عم تاكليه واللبس اللي عم تلبسيه، لك والله ببيت اهلك بالاحلام ما كنت تحلمي فيهم. صدقني يا سيد رامي انه العيشه بخيمه مع اهلي احسن من العيشه معك يلي ما بشتريها باجرد بصلك. خلصنا بقى شو هالجنان هاد. جنان؟ بابا هاد يلي ما كان عاجبك بحياته ما حسسني انه هو ماله قدران يجيب لي شيء انا بدي اياه، وكان يجيب لي وياخذني ويشتري لي بدون ما يمنني ويهتني مثلك. يا حاج مسخره بقى. مسخره؟ صحيح كان بابا وضعه على قده وحالته ما له كثير منيحه، بس بكفي انه عنده مشاعر واحاسيس، هدول الشغلات اللي انت ما عندك ياهم. المصاري اهم من الاحساس تبعك. ايه طبعا المصاري كثير مهمه، بس المصاري اللي عم تحكي عنها ما بتمسح لي دمعه نزلت على خدي مثل ما كان ابي يعمل لي. حاجه بقى خلصنا. خلص مشان الله انت لي خلص، انا تعبت منك ومن العيشه معك كلها، انا رايحه لبيت اهلي. لك يا سمر انا والله العظيم مو قاصد. يا سمر اسمع يا رامي، انا دريت بكل شيء وفي شغله بدي لك عليها. انت وقت تقدمت لبنتي صدقني ما خليت حدا ما سالته عنك، والكل قال انك مؤدب وصاحب اخلاق. ومع كل هالشيء هاد انا ضليت ورا احساس بنتي، بالاخير طلع احساسها ما خاب. شوف هلا انت بالفعل ابن عالم وناس ومربى ومو ناقصك شيء منه، بس في عندك عيب واحد بس. انت مفكر انه المصاري هي كل شيء بهالدنيا، وبالمصاري بتقدر تشتري العالم كله. هلا بجوز انت اشتريت بعض الناس بمصاريك، بس مو كل اصابيعك مثل بعضها، واكيد نحن مو من هدول الناس. الله وكيلك يا عمي، الله وكيلك ما بقصدها. هلا قاصدها مو قاصدها مو مهم. هلا بنتي ما عاد بدها اياك، ونحن كمان ما عاد بدنا اياك. شوف يا ابني اسمع، انا بحياتي تعذبت كثير حتى الله طعمني هالبنت وربيتها احسن تربيه، ومن شان ما تعتاز حدا بالدنيا كلياتها، وبحياتها مشيت الشغله وما جبت لها اياها. شوف يا ابني
هلا في قول بيقول ابغض الحلال عند الله عز وجل هو الطلاق. مشان هيك انا راح بعطيك فرصه لمده شهر، وقت بتشيل من ذهنك انه انت بتشتري الناس بالمصاري تعال عندي وبنتي بتروح لعندك، برجع كل شيء على ما يرام، بس بهذا الشرط لازم يتنفذ. استبينا؟